اهلا البنات، كي دايرين؟ بخير. تحيه كبيره لكم مجددا من قناه شانيل الام عبد المغيث. فيديو اخر كيجمعنا بكم على القناه، اللي نتمنى اننا نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نبداو سلسله اللي خاصه بعيد المولد النبوي الشريف، اولا بحلويات اللي يمكن لكم انكم تشدوا كوموند، كذلك تحقوا منهم واحد المدخول اللي ضربوا فيه واحد المبلغ اللي ربما يقدر يفيدنا في حوايج اخرين. مقادير سهله مبسطه متواجده في اي بيت، كيف غادي تلاحظوا معنا مقادير مضبوطه من حلويه من اسفي، يعني هادو اشكال ديال الحلويات متواجدين في اسفي فقط، كيخرجوا بزاف في الاعراس في السبوعات، كذلك حتى تمشيو هكا كادو. غتشوفوا معنا بان هاد الحلوه كتجي رطبه وهشيجه، انا غادي نقسم لكم وحده باش غتشوفوا مختلفه على داكشي اللي كتعرفوها نتوما. عطيت من هذه وقسمت من هذه، غادي نبقى تابع البلاطو كامل باش غادي نسجل. ما غاديش نطول عليكم باش نسهل المقادير وطريقه التحضير، لكن الناس لاول مره كيشوفوا القناه ديالنا الف الف مرحبا بكم، زر الاشتراك كذلك تفعيل الجرس لتوصل دائما بكل جديد. نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير، سنحتاج الى 125 غرام من الزبده ديال البواطة او ديال العلبة، ما غاديش نديرو الزبدة حيوانية يعني تكون زبدة نباتية. سأحتاج كذلك الى كأس ونصف من جوز الهند او الكوك، سأحتاج الى كأس من الزيت، سأحتاج الى كأس من السنيدة او السكر الخشن، خمارة واحدة او 7 غرام من بيكن باودر، خمارة ديال الحلوة ماشي ديال الكيك. سأحتاج كذلك إلى بيضتان وكمية من الطحين أو كمية من الفورص، الطحين أو الدقيق الأبيض. أبدأ على بركة الله. سأخذ الزبدة أضعها في إناء أو قصرية وأقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة لكي يسهل علي عملية الدمج أو المزج أو الخلط. بعد ذلك أضيف كأس من سنيدة أو السكر الخشن، بعد ذلك أضيف خمارة واحدة أو بيكن باودر، أنا أضيفها مع الخليط لكي تعطي مفعولها أكثر، كذلك تندمج وتجيني الحلوة ديالي من الداخل مخرقة مفشفشة. بعد ذلك سأقوم بإضافة البيضتان، لكن سأترك أو سأقوم بالخلط الجيد 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 للزبدة والسكر أو للزبدة والسنيدة، ومن الأفضل أن تكون السنيدة من النوع الرقيق. هنا كما تشاهدون كيف أصبح عندي قوام الكريمة. أضيف بيضتان كاملتان، البيضة الأولى ثم الثانية، وأقوم بالخلط. لمن يتوفرون على عجانة من الأفضل أن تستعملوا العجانة، وذلك لكي تستغلوا الوقت، وكذلك تكون عملية المزج أو تضرب ديال الكريمة غادي يطلع لكم أكثر وأحسن وأفضل. لمن لا يتوفرون يمكن استعمال اليد، فهذا لا يخلق أي اختلاف. بعد ذلك سأضيف كأس من الزيت، زيت عادية، وأقوم بالخلط مرة أخرى. كما تشاهدون كيف أصبح عندي قوام الكريمة. أضيف بعد ذلك كأس ونصف من جوز الهند بعد أن خلطت أو خفقت الكريمة جيدا. بالنسبة لجوز الهند يكون من نوعية رقيقة مزيت وكذلك ذو جودة عالية، ما تاخدوش الكوك اللي تيكون غليظ وتيكون ناشف باش ما تجيكم شاحفة. بعد ذلك أقوم بإضافة الطحين شيئا فشيئا مع التحريك ومع الخلط الجيد.
وأقوم بجمع العجين. غادي نعاود نضيف الطحين، هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال العجين اللي حصلت عليه. غادي نبدا ناخذ منه واحد القياس، غادي نديروا كرات اللولب ما بين يديا كيف ما كتشوفوا معايا، ودير وغندير فوق واحد الصفيحه اللي غادي تدخل الفرن يكون عليها بابي كويسون. الملاحظه العجين خصو ما يكونش شارب بزاف اولا واقف بزاف ناشف، لان فيه جوز الهند غادي يشرب لينا من بعد. هنا كيف ما كتشوفوا ضعت الصفر ديال البيض، غنزيد عليه شويه ديال نسكافيه اولا ديال الشوكولاط ديال القهوه سريعه الذوبان. هنايا كنضيف تنضيف شويه ديال الكاكاو اللي مر اولا الشوكولاط اللي غبره يكون بحال كيف ما شفتو، وغادي نضيف قطيرات ديال الحليب. غادي نمزج هاد العناصر مزيان، انا المراحل كاملين درتهم قدامكم باش ما تقولوش لا ما بغيتيش توري وخبيتي وما نعرف شنو. غادا ناخذ واحد الشيته وغادا نبدا ندهنها تكون مقاده ماشي مشكل. خيه انا غادي نكمل، انا غادي نكمل الدهين ديال الحلوه ديالي ونتلاقاو. غادا ناخذ واحد الشيته اللي ضروري ما تكون رطبه، غندير هكا نزيد نحيد من هذا الفائض، ونبدا ندهن فيها بهذا الشكل، يعني في الدهين ديالها تكون مقاده باش في الفينيسيون اولا في الشكل ملي تحط تجيني مقاده. انا غادي نكمل الكميه كامله ونتلاقاو. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ واحد الكميه ديال اللوز اللي غادي يكون عادي، وغادا نبدا نثبتها الفوق، وانا كنورك على هاد البريبه يعني باش ملي تنفخ ديع هكا ماشي تجيني مقبقبه من الفوق. من بعد غادي ندخلها الفران، غادي نشعل عليها لتحت ونخليها حتى طيب، ومن بعد عاد نطلعها الفوق نشعل عليها من تحت واللاطات كل فوق حتى طيب ليا من تحت ديالها هو الاول، عاد نشعل عليها الفوق باش غادا تحمر ليا من الفوق. غادي نكمل ندخل الغريبه ديالي طيب ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي مع بعضياتنا، ونتمنى انها تنال رضاكم. بالنسبه للشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيف ما كتشوفوا هو هذا، من بعد ما خرج من الفران كتجي رائعه لذيذه، وكتخرج لينا كميه مهمه باقل ثمن. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي رائع وراقي ولذيذ، وكتصبر بالنسبه للناس اللي غاديين لبرا بالنسبه للطريق هكا كتصبر معنا. كيف ما قسمت لكم في الاول ديال الفيديو يعني طرف من الحلوه، هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه ما كتجيش ناشفه ولو فيها الكوك، مختلفه على المقادير اللي كتلقاو في مواقع التواصل الاجتماعي او غير ذلك. بحث لكم بالاسرار ديال الحلوه المصفيويه، نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى انكم تبقاو متتابعين للقناه. ما تبخلوش علينا بتشجيعاتكم، ما تبخلوش علينا بالكومونتير ديالكم، ونتمنى انكم ما تبخلوش علينا بدعيوه ديال الخير المهمه الله يرحمها ويوسع عليها ويوصلها لها في ميزان حسناتها. علم ينتفع به، وكذلك حلويات يمكن لكم انكم
تخدموا الكليان ديالكم وانتوما وجهكم احمر وانتوما تايقين في راسكم كذلك وانتوما فرحانين بواحد العمل اللي غادي تقدموه او لواحد الشكل اللي غادي تخرجوه. ما بقى لي الا نودعكم على امل لقاء بكم في حلقه اخرى فيديو اخر على القناه. نقول لكم رفقتكم والسلامه. شكرا، شكر خاص لكم على تتبعكم للقناه، كذلك شكر خاص لكم على الكلمات الزوينه اللي كتخليو لينا في التعاليق اللي كتحفزنا وكتشجعنا باش نعطيو اكثر، وكنوعدكم ان القادم افضل ان شاء الله باذن الله. رفقتكم السلامه وتهلاو.